ايه هي اهم اكله عند المصريين؟ هي الفول المدمس. دينجي 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 دينجي. يا لهوي كل الناس هتقوم تعمل طبق الفول صاحبه السعاده دلوقتي. هربك مين عايز بتنجان؟ ليمون يا باشا. حط الرمان على الفول ولو جرى حاجه عمليه جيلك هتعالجني بالحاجات التانية. انا المسؤول. فول بالطشه. ايه الفول بالطشه ده؟ طشه التوم. ايوه اللي هي تبقى موجوده يعني هاكلك فول مثلا ليا بالنيه. ايوه اللي هي بالنيه. صاحبه السعاده الثلاثاء الساعه 11 مساء على CBC.